مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. يوم الاثنين أجواء صيفية عادية، الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، الأربعاء والخميس ارتفاع آخر لتصبح الأجواء حارة نسبيا، الجمعة والسبت انخفاض لتعود أجواء صيفية عادية. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض الأحوال الجوية المتوقعة يوم الاثنين. يوم الاثنين ارتفاع قليل لكن تبقى الأجواء صيفية عادية، تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها. المناطق الشمالية 34 العظمى والصغرى 23، المرتفعات الوسطى 30 إلى 31 العظمى والصغرى 21 درجة، المنطقة الجنوبية 28 إلى 18، الأغوار أجواء حارة 41 إلى 29، والعقبة أجواء حارة 42 28، البادية الجنوبية الشرقية 34 إلى 23، والبادية الشرقية أجواء حارة 39 إلى 25 درجة مئوية. إذا الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد أجواء صيفية معتدلة إلى صيفية عادية في النهار، وأجواء صيفية لطيفة أثناء الليل. يوم الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء صيفية عادية، وتبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها. المناطق الشمالية 34 العظمى والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 31 22، والمرتفعات الجنوبية 30 إلى 20، الأغوار والبحر الميت 42 إلى 30 أجواء حارة، وأجواء حارة في العقبة 44 إلى 28، أجواء حارة نسبيا في البادية الجنوبية الشرقية 36 إلى 25، وأجواء حارة في البادية الشرقية 39 إلى 26 درجة مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح الأجواء حارة نسبيا، بتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، أعلى من معدلاتها ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية. المناطق الشمالية 34 إلى 35 العظمى والصغرى بحدود 23، المرتفعات الوسطى 33 إلى 34 العظمى والصغرى بحدود 22، المرتفعات الجنوبية 30 إلى 32 العظمى والصغرى بحدود 19 درجة مئوية، الأغوار البحر الميت بحدود 43 العظمى والصغرى بحدود 30 درجة مئوية، وخليج العقبة أجواء حارة أيضا تشبه الأجواء الحارة في الأغوار والبحر الميت 44 إلى 27، والبادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 36 إلى 25، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في البادية الشرقية، والعظمى المتوقعة 43 والصغرى 27 درجة مئوية. يوم الخميس تبقى الأجواء حارة نسبيا، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، العظمى في المناطق الشمالية بحدود 34 35، والصغرى بحدود 22 درجة مئوية، والمنطقة المرتفعات الوسطى أو المنطقة الوسطى ما بين 32 إلى 34 العظمى والصغرى بحدود 21، المرتفعات الجنوبية بين 30 إلى 32 العظمى والصغرى بحدود 20، والأغوار والبحر الميت أجواء حارة 43 إلى 30، وخليج العقبة أجواء حارة 43 إلى 27، وأجواء حارة في البادية الجنوبية الشرقية 37 إلى 22، وأجواء حارة في البادية الشرقية 43 إلى 24 درجة مئوية. يوم الجمعة إن شاء الله انخفاض قليل على درجات الحرارة، تعود الأجواء صيفية عادية، تعود درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، العظمى في المناطق الشمالية 33 والصغرى 23، المرتفعات الوسطى العظمى بين 31 إلى 32 والصغرى 21، المرتفعات الجنوبية 29-30 العظمى والصغرى 19، والأغوار والبحر الميت بحدود 42 إلى 29 درجة مئوية، وأجواء حارة، وأجواء حارة في العقبة 43
إلى 28، والبادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 36-23، وأجواء حارة في البادية الشرقية 40 إلى 24 درجة مئوية. ويوم السبت القادم أيضا أجواء صيفية عادية، درجات الحرارة قريبة من معدلاتها، المناطق الشمالية 34 العظمى والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 31-32 العظمى والصغرى 21، المرتفعات الجنوبية 31 أو 30 إلى 31 العظمى والصغرى 20، والعقبي والأغوار البحر الميت ما بين 43 إلى 44 العظمى والصغرى ما بين 27 إلى 30 وأجواء حارة. والبادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 36 إلى 24، والبادية الشرقية أجواء حارة 40 إلى 25 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع